الدولة المصرية كل همنا الفترة الجاية أن يكون لدينا التوازن ونحققه، وإن شاء الله هنحققه، وبنتكلم على مدى شهور بسيطة جدا، إن يبقى الموارد الدولارية اللي عندي تبقى بتكفي المصروفات والالتزامات اللي عليا، عشان ما يبقاش عندنا فجوة دولارية أخرى تؤدي إن أنا مضطر إن أنا أروح لاقتراض أو إن تبدأ تظهر أسواق موازية. الكلام ده الخطة كنا شغالين عليها على مدى الشهور السابقة بتفاصيل عديدة، وعارفين كويس قوي إحنا فين بنستورد قد إيه ونقدر نصدر قد إيه، ومن خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرى للانضباط وعودة تحويلات المصريين للخارج إلى ما كانت عليه والإيرادات اللي كانت بتحصل قبل كده، هنكون قادرين إن شاء الله إن ما يبقاش عندنا فجوة. أنا بأكد هذه الرسالة لكل المواطنين، إحنا عارفين كويس قوي إن هذه الأزمة قد إيه كانت صعبة علينا كلنا، وأزمة مرة أخرى أنا بوجه كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري اللي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، وكنا عارفين هذا الكلام. الهدف إن إحنا نتعافى من كل هذا الكلام، وأنا هنا أنا بتكلم لأن مش معنى الخطوات اللي إحنا خدناها مبارح إن خلاص كل حاجة اتحلت بكرة، لا، إحنا عارفين إن المدى بتاع الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذا الموضوع هناخده في خلال عام 24، ولكن الإجراءات كلها هيشعر بيها المواطن تدريجيا، من أهمها إن تبدأ أسعار السلع تبدأ في الثبات والنزول والاتخاذ المسار النزولي، وده حضراتكم لمستوه في عدد من السلع، ولكن إحنا بنتكلم على الخروج الكامل من الأزمة والتعافي وما يبقاش عندنا أي آثار للأزمة الكبيرة اللي إحنا موجودين كنا فيها، ده هياخد وقت اللي هم الفترة اللي إحنا بنتكلم عليها، واللي كل الخبراء الاقتصاديين قالوا إن إحنا هنحتاج بضعة أشهر علشان الاقتصاد المصري يرجع للوضع السليم والصحيح بتاعه.